أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يوجد بعض الإخوة يستدلون بآيات قرآنية في مواقف تتعلق بالدنيا بغير موضعها. تعلق إيش؟ بالدنيا. نعم. مثل إذا أراد شخص فعل أمر ما وقد قام به أحد زملائه يقول: كفى الله المؤمنين القتال، فما حكم هذا؟ ما هو بهذا من تفسير الآية، إنما هو نوع من الاقتباس فقط، لو تجنبها يكون أحسن، لكن لا نرى أن هذا حرام، لا نرى أن هذا من الحرام، إنما هذا اقتباس ما هو تفسير للآية. نعم.